السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه لا سويت تاع فيديو اللي كنت درته تاع بروبليم تاع فيبراسيون في الرالونتي. نقول لها الكاين اللي قال لي في لي كومونتير ديرنا لا سويت. المهم هذا لحنا له فوس كيلاس، لحنا له فوس كيلاس مش 100% خاطر ما كانش مقلولين وغاليين. المراح تلقاهم غاليين يديروا 4 أورو. المهم مول السيارة ولقى فوس كيلاز مش مليحة 100%، ماشي هي خير من اللي كانت قبل. ديك الموطيرة كيما تشوفوها وكيفاش راكح، مام لو كان تحط باغ اكزومبل هادي هكا هاديكم فيها شوية رعشة خفيفة، مي مش حاجة بارابور كيفاش كان قبل. ما تنجمش تحط حاجة كيما هادي هنايا، كان يردح بزاف، كان يديرك الموطير. شوفوا معايا هنايا لي فالور، تبغوا ترجعوا للفيديو اللي قبل ترجعوا. شوفوا هنا لا شارج، شارج دي موتور. شوفوا قداه رجعت 23، موتور هاو راكح. البريسيون دو كوليكتور ادميسيون كيفا ولات، ملي كانت قريب ل 400 هاي رجعت 277 260. المهم اللي يهمونا حنايا شارج دي موتور. ف هنايا في الرالونتيا كما تشوفوا الرالونتيا 700 730 720. هنا شارج دي موتور هاي 23 قريب 24 صافي مليحة. و بريسيون دو كوليكتور دادميسيون هاو 277، خير من قبل، أحسن أحسن من قبل الحمد لله. هذا هو التشخيص نتاع مشكل الرجة هذاك الفيبراسيون. المهم الحمد لله انا قلت لكم الفوس كيلاس هذه مش مليحه على 100%. هذه 010 يدخل 010 يدخل الفورسي، 010 فيها يدخل فورسي، صافي فيها شويه شعره فيبراسيون خفيفه مي ما تبانش. كي تشوف الموتور كيدور نورمال عادي، ما تحسروش خلاص بالفيبراسيون هذيك، يدور نورمال. هنايا في الحاله هذه مولاها لازم ننصحو ونقولوا له الزيت ما تطولش بها بزاف، خاطر ما من فوس كيلاس هذا موش هذاك اللي مليح 100%. يدي دي باني خير من اللي كان عنده قبل. قبل كان كيريح لداخل السيارة تمخض بزاف، باين ديرك كي تقعد انت تشوف روحك راسك يروح ويجي. هذا هو الفيديو، ان شاء الله استفادوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.